عزايا المشاهدين يعني في عوينات الحقيقة أكو موجودة يعني محلات حتى الناس تتبضع بهذا الشهر الفضيل. وأنا ذكرت أكثر من مناسبة أنه شهر رمضان زيد به الحركة، الناس قبل الفطور نشوف المخبر. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. بخير ان شاء الله. رمضان مبارك. مبارك علينا وعليكم وعلى ان شاء الله. بعوينات كل شيء متوفر موجود والله. خضار الفاكهه هاي موجوده الحمد لله. يعني برمضان تزداد حركه طبعا. لازم لازم قبل الفطور هم بركه سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يجعل البركه. الحمد لله الحمد لله. المخضر طبعا عوينات هي بساتين وزراعه بس ما موجوده حاليا. اي راحت مين هسه انتم بالنسبه لكم تجيبون؟ والله نجيب من تكريت، عندنا من سامره مثلا، عندنا العلم، هاي كلها يعني بعد خضارها قايمه الحمد لله. علوه سامره وعلوه تكريت قريبه تجيبون؟ اي نعم. شلون اسعار المخضر برمضان؟ والله زينه زينه لحد الان زينه يعني الحمد لله. صورنا بتكريت وغير تكريت انه اكو يعني سيابيه بالحركه شويه. طماطم الحمد لله اكو كثير وزرع كثير الحمد لله. شلون عوينات؟ والله زينه الحمد لله. بس والله معاناه المي والكهرباء يعني حيل فرق. احنا كل رحنا هواي مناطق، حتى رحنا مناطق بعد ابعد من قريه عوينات مثل اطراف سمره الخزاميه بيها مي، بس عوينات يعني ما بيها مي. والنتيجه هو المشروع. المشروع النتيجه لو يسوون المشروع طبعا تحتي المشروع واقف. اي والله واقف يعني المي خلاص خلاص ما يشتغل لو ساعة لو ساعتين. والله يعني هو إذا يشتغل ساعة أو ساعتين وما يلحق حتى يترسل البواري ماكو. ما تخدم ما تخدم ما تخدم يعني الناس. يعني هذه يعني شلون امتداد الأنابيب طويلة. اي ناس يعني يحتاج يجوز ربع ساعة ما يدفع. ما يدفع يعني الناس هسه جاية تترسل مي مالح من البيار. نعم. اي والله ماكو مي. احنا ان شاء الله بهذا البرنامج وبرمضان نتمنى ان تعدل كل الامور. امين يا رب. امين ورمضان كريم علينا وعليكم على امه محمد. بارك الله فيك. انا اشكرك. ممنون ممنون الله. شلونك حجي؟ رمضان كريم علينا وعليك. ان شاء الله. هو ما مريض؟ والله تقريبا. ان شاء الله العافيه. احنا قناة سامرة اليوم بعوينات. قلبي اهلا وسهلا. الشرف فيكم. اهلا وسهلا. ان شاء الله رمضان مبارك. يعود علينا وعليكم ان شاء الله. والله بخير الحمد لله بوجودكم. الحمد لله والشكر. نعمه وفضل. وين تراجع انت مريض؟ تكريت اكيد. اكيد والله. لا ماكو اطباء؟ والله اكو الحمد لله والشكر. يعني نعمه وفضل من الله كل شيء موجود. ان شاء الله يا رب. الحمد لله والشكر. ان شاء الله رمضان كريم. يعود علينا وعليكم بالافراح والسرور. اليوم اعزائي المشاهدين عوينات فرحانين بينا. شوفوا الكل ملتمه و متجمهره هنا حتى يشوفونا. بدنا نشوف المحل مال المواد الغذائيه اهم شيء. يعني ايضا المواد الغذائيه موجوده بالمحل بعوينات. شلون وضع المواد الامور؟ وضع المواد كل زينه بس عندنا الكهرباء هنا. يعني اللحوم كلها ما قاعد نقدر نجيبها. بس تقدر تصور المجمدات ما بيها اي لحوم. العالم هسه برمضان محتاجه لحم محتاجه لحوم محتاجه البان كل شيء محتاجه. تحتاج بيبسي بارد سفن من هاي المشروبات الغازيه. خلاص ماكو كهرباء ما عندنا. هاك هاي المحل صور وشوف. هاي المجمدات تقدر تصورها وتشوفها. نعاني من الكهرباء ومن المي. يعني مشكله الكهرباء والمي. برمضان نقول دائما اكو احتياجات للحلويات الهاي. يعني انتم موفريها. نعم. بس تحتاجون كهرباء حتى نعتاز الكهرباء والمي. جيد. ما نعتاز اكثر ان شاء الله. اتمنى يشوفكم. انا اشكركم. بارك الله فيكم.